401 401 401 401 اسمعوا يا جماعة والله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الكرم وأهل الخير، منورين في قناة المتواضعة بلاك سولدر. طبعا أنا ما منتقدش السيرفر أولا أو أي حاجة، أنا رجعت الجيم جديد وكنت عايز أعمل جيم بلاي، فاسم السيرفر عجبني وكده والناس بتاعته بسيطة فحبيت أخش. بس طبعا اللي حصل أنا حاولت أصلح يعني من الاخطاء بتاعت السيرفر، بس في الاخر برضو طبلت معايا والسيرفر لقيته قلب معايا هجولة مرة واحدة، كان في حاجة غلط. طبعا الادمانية مش بتهتم بالسيرفر عفوا، وفي ناس كتير بتخرب، يعني رئيس شرطة مش عارف ازاي اتعين، ملك المدينة برضو مش عارف ازاي اتعين، في حاجة كتير اوي عايزة تتظبط في السيرفر. فانا حبيت اعمل الفيديو ده عشان اوصل الفكرة لصاحب السيرفر او فريق الادمانية. اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر، وشكرا للناس اللي دعمتني ووصلتني 1000 مشترك. اكشن. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين دي ابو اللقطة برضو حصلت معايا، ده المفروض كان جزء من الفيديو. فالمفروض طبعا رئيس المدينة اللي هو بيصلح كده والشغل ده، فكانت المفاجأة ليا بصوا واقف في نص الشارع، يعني زي ما تقول ايه بقى المشكلة، يعني يا ريت هو مشي، لا ده بص واقف يعني بروتا بقى مش هامش، يعني عديني وانا عديك ايه بقى، يعني في انت فهمني مش عايز، يعني هو بص المشكلة يا جماعة اللي هو بيشغل الشارع، يعني رئيس المدينة بقى قف في اي حتة اهو، لا وطلع وقفل على الرصيف، يعني كده اقتنعت انا كده اللي هو التزم بالقوانين، تفخس على اللي علمها لك يا كده. يعني هو والله يا جدعان مش انا اللي مستقصد، وهو اللي بص كل مره يجي، المره دي اهو المفروض لجنه والدنيا حلوه، اه سيبكم العربيه اللي واقفه في نص الطريق دي، بس بصوا يعني مش عاجبه الوضع عايز ينط والله من فوق العربيه، انت ما شفتوش يعني، بصوا حاولوا تركزوا معاه شوفوا بيعمل ايه، بصوا ركزوا انا عايزكم تركزوا في اللقطه دي، مش عاجبه الوضع والله يخبطنا هيطلع الناس، ايه يا حبيبي تحب اشيل لك الكمين كله بالناس اللي واقفه، مش فاهم انا في يعني حاجه غبيه جدا واموت اعرف مين اللي عينه. ايوه ارجع يا جدع امشي، ايوه بقول لك ما تضرب واحد في الشكمان ورا كده. انا خدت الموتوسيكل بتاعي وعملت واحد امبالي اداني 2 فرقعه بالشكمان ورا ورحت رايح بانجو، ما بينفعش يا جماعه، انا كنت فاكر ان انا بحشش، انا طلعت اللي انا بستعبط والله، انتوا تبعتوا لي حاجه يا جماعه، ابعتوا لي اخ عليكم، بتضربوا لوحدكم، انتوا بتضربوا لوحدكم ليه كده يا جماعه، احنا مش اصدقاء يا جماعه، ولازم نضرب سوا، واخد بالك انت ازاي؟ ها